السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفيديو. إن شاء الله هذه الفيديو راح تكون قصيرة، إن شاء الله يكون فيها نصيحة واحدة، لأننا في فترة الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة إخواني الكرام، راح إن شاء الله نمدوا نصيحة لخوتنا اللي كما نقولوا حنايا عنده حوض تاع أسماك وارتفعت فيه درجة الحرارة. اخواني الكرام كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو، رانا مطفيين قال لي نيون تاع الضو هنايا كما راكم تشوفوا، رانا مطفيينهم، انا مخلي نيون واحد اللي هو نيون تاع كزينو اخواني، نيون تاع كزينو، نيون تاع كزينو ما يطلقش سخانه بزاف، ما يطلقش سخانه، يعني حتكون درجه الحراره ملائمه جدا للحوض. كما راكم تشوفوا هنا في الترمومتر راهي درجه الحراره كما راهو هكذايا طافي، راي 28 درجة إخواني الكرام، 27 28، يعني مام كي تمس الحوض، الحوض راهو بارد، الحوض بارد. وكما المعروف في هذه الفترة يعني ولادة الأسماك يعني بكثرة في هذه المرحلة من الصيف، يعني ويجب ألا يجب أن نتفادى يعني درجة الحرارة المرتفعة جدا، لأنها قد تقتل الأسماك وقد تقتل صغار الأسماك أيضا. ولهذا السبب فنصيحتي الوحيدة إخواني الكرام أنكم تنقصوا قاع الإنارة في الحوض وتخلوا نيون واحد كيما هذا يوم كيما راكم تشوفوا هنايا، وماهوش راح يأثر باسكو كزينو ما يطلقش سخانة، ما يطلقش سخانة تاعو، وهكذا يبقى الحوض بارد ما شاء الله. وعادي إخواني إلى فيديو آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.